كانت هناك فتاة تحب دائما أن تتحدث مع الشباب دون أن تكون بينهم أي صلة قرابة أو معرفة من قبل، حيث كانت عندما تجد شابا وتعجب به تحاول الاقتراب منه والتحدث معه كثيرا، وكانت تشعر بالسعادة عندما تفعل ذلك. وفي إحدى الأيام تعرفت على شاب من نفس مدينتها، وظلوا يتقابلون سويا في كل يوم ويتحدثون معا في كل شيء، حتى جاء يوم وذهبوا إلى مكان مهجور لا يتواجد به أحد حتى يفعل الحرام سويا دون أن يراهم أي أحد هناك. وبالفعل فعلوا ذلك، ولم يتذكروا أن الله سبحانه وتعالى شاهد على كل شيء. ثم عادوا إلى المدينة مرة أخرى، حيث أن ذلك المكان كان بعيدا عن المدينة، حتى جاء يوم وذهبت الفتاة إلى الشاب حتى تقول له الصدمة الكبرى، وهي أنها حامل منه. فانزعج هذا الشاب مما سمعه وقال لها: وكيف حدث ذلك؟ قالت له: أنا لا أعرف، ولكني اليوم عند قيامي من النوم شعرت بتعب شديد، فذهبت إلى الطبيب حتى وجدته يخبرني بأني حامل في شهر الثالث. فقال لها: عليك الآن أن تتخلصي من هذا الحمل. ولكن الكارثة كانت عندما قالت له: أنا بالفعل قلت هذا للطبيب، ولكنه قال لي: لا ينفع هذا الآن بعد 3 أشهر، حيث إن الأمر كان من الممكن أن يحدث بعد شهر أو شهرين على الأكثر. وفي ذلك الوقت ظهر شاب غريب عن المدينة وهو يبحث عن عمل لكي يعيش منه. فقال الشاب للفتاة التي حملت منه: عندي فكرة تخرجنا من هذه الكارثة، وهي أن تذهبي إلى حاكم المدينة وتقول له: إن هذا الشاب الغريب فعل معك الحرام غصبا عنك، وبذلك نخرج من هذه الكارثة. وبالفعل ذهبت الفتاة إلى الحاكم وقالت له ذلك الكلام، فقام باستدعاء هذا الشاب الغريب الذي أنكر هذه التهمة وقال له: أنا مظلوم ولم أفعل أي شيء مما تقوله هذه الفتاة. فطرحه في السجن لحين وقت المحاكمة، وعندما جاء وقت المحاكمة قال له الحاكم: إما أن تقدم دليل براءتك وإما أن تعدم على ما فعلت. ففكر الشاب لبضع دقائق حتى حدث شيء لم يكن ليصدقه أحد على الإطلاق، حيث أنه قام بخلع الباروكة التي كانت على شعره حتى ظهرت بأنها فتاة وليست شابا كما كانت متخفية في زي الرجال، وذلك هربا من أسرتها الذين كانوا يريدون زواجها من ابن عمها غصبا عنها. ولذلك قامت بالتنكر في زي رجالي لكي تتمكن من الهرب وتقدر أن تعيش في مكان غريب وهي في أمان. فقال لها حاكم المدينة: أنا اليوم أخذت درسا مهما منك دون أن أتأكد بنفسي تماما، وأما الفتاة والشاب الذين فعلوا الحرام فيتم عقابهم مرتين، الأولى على الحرام الذي فعلوه والثانية على الظلم الذي أوقعوه عليك. وبالفعل قالت الفتاة على الشاب الذي فعل معها ذلك الأمر، وتم القبض عليه وتمت محاكمتهم، وقام الحاكم بإرجاع الفتاة المظلومة إلى أسرتها بنفسه، وأخذ تعهدا منهم بأن لا يتم زواجها من شخص غير الذي تختاره هي. وبالفعل حدث ذلك. وإن دل هذا عن شيء فيدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم أبدا، ولن يترك المظلومين يقعون في الظلم دون أن يتدخل في الوقت المناسب وينقذ ذلك المظلوم. أتمنى أن تأخذوا العبرة والموعظة من هذه القصة وأن تدروا تعليقاتكم عليها، وبإذن الله سأرد عليها جميعا.